بنستمتع مع بعض بأهم عروض لاعب الخفة معين البستكي. رجعنا لكم من بعد هذا الفاصل، والحين مع فقرة غريب عجيب. كان عمره 6 سنوات حين بدأ السحر يجول في مخيلته الفنية، وراح ينمو في داخله ليصبح اليوم من أهم المتخصصين في فن خفة اليد والألعاب السحرية. بسرعة فائقة سحر قلوب المشاهدين وحبس أنفاسهم، وأصبحت عروضه تتوالى على عدد كبير من القنوات التلفزيونية والمهرجانات. خلنا كلنا مع بعض نستضيف الساحر معين البستكي. حالك، حياك الله، حياك الله، تفضل، حياك الله. ما قصر. منورنا اليوم. الله يسلمك. نقول الساحر؟ برأيي أنا ما عندي مشكلة على كلمة السحر، المشكلة هني عندنا إن المجتمع العربي مثقل الكلمة شويتين. السحر. كلمة السحر. يعني تحس ممكن تدخل مكان تسوي سحر عقب يدخل مكان مطوع يقرا على القاعدة. ممكن أنا ياما هاجموني يعني مطاوعة، مع احترامي لكلهم. وأذكر قصة يوم أني كنت في برنامج على قناة من القنوات المحلية، أخفيت عبد الله بالخير من بيته، طلعته في الاستوديو، أخفيته من الاستوديو ورجعته بيته. أوكي. بعد ما قريت أنا أموت أموت الحين، عقوني في الحفرة. بس أعرف أنت كيف أخفيته، يعني ممكن الحين تخفيني توديني أي مكان وترجعني تخفي المخرج. هي أنا ممكن أخبرها لهالدرجة كاره المخرج. المشكلة إن هي ألعاب خفة، ألعاب سحرية. إحنا ليش نسمي ألعاب سحرية؟ أساس إن في خدع، في تقنيات، في أشياء موجودة إحنا نسويها المشاهد العادي مو بعارفينها. فعقب ما سوينا الحلقة مع الأستاذ عبد الله بالخير، مع كل تحياتي واحترامي، اليوم الثاني إذاعة من الإذاعات المحلية عملوا هجوم مش معقول علي وعلى البرنامج بشكل عام، إن هذا لا يجوز وهذا ما أعرف شو، حتى إن شابهوا اللي أنا قمت فيه بقصة سيدنا سليمان يوم أن يطلب من الإنس والجن أن يحضروا عرش بلقيس. الموضوع وايد يعني. فللأسف إحنا بعدنا قاعدين نشوف الموضوع بضخامة إن هي سحر، ولكن مو بعارفين إن احنا واصلين لدرجه معينه من المعرفه والتكنولوجيا، انا ممكن نسوي اشياء تبان انها مستحيله ولكن هي العاب خفيه. يعني انت الحوار خدعه بصريه من انها سحر. هي خدعه بصريه. لا بعدين على فكره شوفوا شباب، نحن الحوار معاه اكيد راح يطول. اوكي، هالشيء مليون بالمية، وبنشوف شو بيسوي فيه، شو بيحولنا اليوم، شو حابين تكونون، انس، جن، بشر، شو بالضبط. اوكي، اكيد الحوار معاك جدا بيطول، بيكون شيق، لكن عندي مفاجأة لكم مشاهدينا الكرام، انه بيكون معانا بشكل ان شاء الله دائم خلال حلقاتنا في برنامج من الاخر، عشان دائما نشوف خفة يده والسحر اكيد راح يقدمه لنا معين البستكي. اذا انتظروا منه كل العروض راح نقدمها خلال حلقاتنا ان شاء الله القادمه، بنشوفها ان شاء الله ما بين حلقاتنا، لكن خلكم اكيد دائما منتظريننا. ونرجع حق حوارنا معاك، شو ممكن الحين يعني تسوي لنا شغله تماريه؟ شو انا عبالي اعرف شو سرك يا معين، شو هو سحرك؟ هي طال عمرك الموضوع بدا وياي من وانا كان عمري 6 سنوات. هم ذكروا ان 6 سنوات في وراها قصه. انا كنت في البيت العب، كون كل ياهل في عمر 6 سنوات يلعب. زقرني يدي قال معين تعال ابا اشوفك، فرحت له ومش عارف ودرت اللعب، صرت عند يدي. قال شوف، اخذ درهم اماراتي عض عليها، يوم طلعها وهي مكسوسه نص، فانا انبهرت قلت يمكن اسنانه قويه يكون شيبه. اخذ الدرهم اللي كان مكسوس نص، حركه شويه ولانه رجع الدرهم كامل. الحركه هاي ابهرتني، رحت الفريج رمعتني على مال 15 20 درهم اماراتي، قلت اي واحد ما يبى دراهم مش نظيفه مش هذا، فجبت له قلت جدي هذا 20 درهم حول لي اياها اصليه او زينه على اساس انه اخذ لي دراجه هوائيه. واو. وانا مو بعرف انه ب 20 درهم مش قادر تشتري دراجه هوائيه. فقال انا اسف ما اقدر، لان الدرهم اللي كان معايا كان مسواي للحركات السحريه. هاي كانت اول ابهار لي. بعدين عقب ما كبرت شوي، ابوي ذاك الوقت كان عنده محل لبيع الأشرطة، هذاك الوقت كان في أشرطة، مش كل شيء نزل من الإنترنت واليوتيوب إلى آخره أو سيديات. فكانت من الأشياء اللي تينا ما كان في الكوبي رايت، فكانت تتينا نسخة أصلية وكان ينسخها مثلا 50 نسخة ويبيعها في المحل. فالنسخة اللي جتها كانت تيلة نسخ لديفيد كوبرفيلد. فكنت دائما أجلس وأنبهر به، أقول هالإنسان شلون يسوي السوالف هاي؟ ولا يوم من الأيام، على أساس إني كنت أرمس عمري، يوم من الأيام إن شاء الله أنا أبغى أخفيها للإنسان اللي هو ديفيد كوبرفيلد.
فهاي توالت الاحداث واحنا اليوم بنرمس على القصص ما بنخلص اخر الحلقه يعني بس انه ممكن نعتبر ديفيد كوبرفيلد مثلك الاعلى مثلا وهو مثل الاعلى دائما ديفيد كوبرفيلد هو مثل الاعلى اللي اكثر الماجيشنز في عالم في العالم طبعا. اللي هو اللي فتح الباب على التلفاز والناس شافوه بعدين انبهروا به ودخلوا في المجال هذا عندي سؤال لك احنا ما اعرف على شو تعتمد بسحرك على قوتك جسمك حجم الشيء مساحته طوله شو الماده المصنوعه منها بس اذا انت تفضل ياتك فرصة انك تخفي شيء عن الارض عن وجه الارض اخفيت لا الحين اذا اعطيك فرصة انك تخفي شيء يبهر العالم انت لو رجعت للفيديوهات اللي انا سويتها وسويت سويت الحركة هاي لقناة محلية اخفيت برج خليفة أوف. اخفاء لبرج خليفة موجود عندي في اليوتيوب ممكن تدخل معين البستك يخفي برج خليفة هاي من الاشياء اللي سويناها وضربت ضجة كبيرة في ما انا كنت خايف انا كنت روحي خايف ان اسويها وبعدين تصير لي مشاكل سؤالي عكس شيء الحين برج خليفة هذا معلم من معالمنا وشيء نحن نفتخر به شيء انت ما تبغاه في الارض شيء انت ما تبغى يكون موجود بنيكم يعني ممكن يخفيك ليش انا شو بسوي لك ممكن يخفي بعض العلامات لا شيء انت ما تبغى يكون موجود في الارض طال عمرك من الاشياء اللي صارت معي مع القصص اللي كانت موجوده ان تيني طلبات من غير ذكر اسامي ومن غير ذكر اسامي الدول طلبات من ناس في دول معينه اخفي رؤساء الدول زين جتني طلبات منها انا ما اقدر اسويها واعتذرت لهم حتى بعد اللقاء اللي صار معي ضخموها كتتر عود ان معين البستكي يطلب منه انه يخفي فلان ممكن تحصل على الانترنت بس انا ما بذكرها على الشاشه ويمكن اكيد كل عارف منو يمكن انا قاعد اذكر عندي ليستا معين بس انا شخص كرئيس دوله طلبوا مني وينطلب مني من دول مختلفه ولكن انا ما اقدر اسوي هالشيء انا تجيني طلبات مختلفه من انواع من فريق معين مع انحاء الدول العربيه يعني انا جاتني من اسبوعين طلب من السعوديه الشاب كان يقول ممكن بلحظه خليني اتكلم انجليزي لا صراحه طلب من الزمالك المصري بس هذه ممكن اكون انا محتاجها حاضري هاي ممكن اكون انا محتاجها انت جميله والله بشكلك عزيزه غاليه بس اسالك سؤال في مدارس بتعلم السحر المدارس العالمية موجودة في أوروبا في أمريكا احنا في العالم العربي حكم كلمة السحر وحكم بعدها النظرة لعالم العاب الخف والسحر طبعاً. الدينية أكيد بعدها متحفظة فالواحد يخاف يطلع أنا على أول طلعتي في برنامج تلفزيوني من 4 سنوات على واحدة من القنوات المحلية كنت خايف كنت قبلها كنت أطلع في اليوتيوب باسم مستعار كنت اطلع بجينز وهذا على اساس الناس ما يعرفون ان انا اماراتي ومو اسمي كنت اطلع لان كنت خايف انه يوم من الايام وهذا الخوف مومي ايلوجنز انزين مومي ايلوجنز ممكن تدخلوا في فيديوهات موجوده بس على اول طلعه تلفزيونيه قلت اطلع ما اطلع المجتمع شو حيفكر الاهل شو بيفكرون اصحابي هل بيصاحبوني او بيودروني فكان كل التخوفات موجوده وانا ما الومهم كون الفن هذا بعدها مش ناضج بذاك الدرجة في العالم العربي فاحنا نشتهي هو سؤال هذا هو فن بيجي موهبة معك ولا انت ممكن واحد يتدرب مع التدريب ممكن انا ممكن اول واحد يذكر هالشيء انا اقول انه ممكن انت اي واحد يكون مثلي احسن عني بوايد لو تدرب وتمارس وتعمق لان انا تعمقت وحبي للمجال هذا كان من صغري فتعمقت في اشياء مختلفه واليوم احنا العروض اللي بنسويها بتكون على فرع من فروع العاب الخفه اللي هي تقريبا بما يسمى بالمايند ريدنج او المنتاليزم او قرايه التفكير شو بتراوينا اليوم بتشوف عدد بنبدا ولا اخبرك ها نبلش ولا ما نبلش نبدا ولا ما نبدا 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 الحركه هاي مع ماريا عندك طرفين هني موجودين أبيش تختارين أي واحدة منهم اليمين ولا اليسار اختاري واحدة يميني يعني يسارك هذه اليسار تبين نستعملها أو نتخلص منها نستعملها يعني نتخلص من هاي صح ولا لا نتخلص من هاي نستعمل هذه هاي نحطها بعيد أنت قلت نستعمل هاي حطها هني العدد 3 لو كنت قايلة أنا نستعمل هذا لو كنت قايل ان نستعملها كان بيكون في زجاج تصفيق لها طلعتي ساحره خلصت لك حياتك لا اليوم كل الحركات بتكون على قراءه التفكير فما في اخفاء الا المرات الجايه ان شاء الله يمكن اسوي لكم اشياء اضخم واجمل عندك رقم من 1 ل 8
قبل ما اسوي اي شيء كنت جاي انا البرنامج بريدكشن، مخمن شيء وانا في البيت راس منه على ورقه جايبنا وياي. عندك الرقم ما اعرف لو مبين على الشاشه عندهم من 1 لـ 8، ابغاك تختار رقم من 1 لـ 8 عشوائيا. اوكي انا رقم اي رقم؟ رقم 3. وايد اتفائل فيه 3 عشان عيد ميلادي. بعطيك تشانس، تبغى تغير رايك ولا رقم 3؟ لا 3. رقم 3 اتفائل هالرقم دائما. انت اخترت رقم صح؟ لو رقم 3، الرقم هذا هاي هي الرسمه صح؟ الرسمه هي اللي الرسمه الثالثه، 1 2 3. انا ما بدق الظرف، ما بدق الرسمه، ابا ان بدر يطلع عندي فوق على الستيت. تصفيق له. انت السبب. اذا اختفيت عطني وصيه اي شيء. سلموا على اهلي. خلي سيارتك برا. وقف لي هني. رقم 3 عبد الله اختاره. انا ما سويت شيء، واقف بعيد، اباك تاخذ الورقه هاي شوي من فوق وتلفها بالشوش، خذها من فوق. من فوق. ليش خايف؟ شلها. تشجع. شلها. البطل. ايه شلها ولفها بالشوش، شوف انه مطابق ولا لا. 1 2 3 هذو. هل في ارتباط روحاني؟ هل في طاقة خارجية؟ ارجع ولا اختفي؟ هي لا ممكن ترجع. تصفيق له، ما قصر، تصفيق له. هل في اشياء احنا متعودين عليها؟ ممكن احيانا احنا نكون في البيت نفكر بشخص يتصل فينا، في السيارة مشغل الراديو على اغاني، اغنية في بالك تغنيها او يغنيها الشخص. بنسوي شيء مع عمرو، تطلع معنا فوق على الستيج مع استاذة هلا، تطلعين فوق معنا على الستيج. تصفيق لهم. عندنا 5 رسومات هندسية، احنا بدينا برسومات هندسية بنكملها برسومات الهندسية. عندنا النجمة، عندنا الويفي لاين، عندنا المربع، عندنا ما في زائد، وعندنا الدائره. الدائره انزين، هو يبغى الدائره. اللي اباكم تسوونه الحفره. اللي اباكم تسوونه استاذ هلا، ابيش تمسكين الكروت، انا بكون صادد ذاك الصبع حسب انه ما اشوف، تختارين واحد منه، واحد من الكروت تعطينه حق عمرو او عمر. عمرو 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 تاخذ انت واحد من الكروت وتعطي الباقي حق عبد الله بعيد. خلاص فانت تاخذ واحد وانت تاخذين وحده، ما تراوينه حق حد، انا هم انه ما بشوف بصد هناك. تختارين وحده تعطينه حق عمرو هو، والباقي يعطيه حق عبد الله. انت عندك وحده؟ عرفت تختار. انت عندك وحده يا هلا؟ عندي. وانت عندك، ما تراونه تحطونه في ايدكم شي عشان ما حد يشوف. حلو؟ تين عندي معلش اماره. اعطيك اياها؟ تمديني ايدك؟ لا لا ما تعطيني انا، لا ما بعطيك. سكر. مدي ايدك شي. اي صح. اللي ابيك تسوينه، انت اخترتي رسمه. صعبه رغم انه سهل. انت اخترتي رسمه، صعبه شويه. ببدا وياك، برجع لها. علامه الزائد تراوينهم؟ علامة الزائد. شكرا. لا لا صعبة دي، انا عارف. ويها احمر، ويها احمر. مش عارفها. ليش خايف؟ الدائرة وياك تراويهم. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. تراوون الكاميرا عشان يشوفون. ثانك يو فيري ماتش. تصفيقه ثانيه لهم. اخذ منكم. شكرا. بعد وحده ولا نرجع مكاننا؟ بعد وحده. بعد وحده. يلا بنختار استاذه فدى، تطلعين فوق عندنا. تصفيقه لها. مرحبا بك. توقفين على يميني مع الشماره. اوكي. اللي ابيك تسوينه، عندي بورده هاي تمسكينها حيل. اوكي. تاخذين القلم هذا، بلحظة أبيش ترسمين أي رسمة في بالك، بس ما تراوينها للجمهور، أنا ما أشوفها، الكاميرا ما أشوفها، ترسمينها وأنا أخبرك عقب شو تسوي. حلو؟ أسميني. يوم جاهز، يوم رمسيتي. ارسميني طلع يا إبداع. ارسمي يا عبد الله. لو يوم رمسيتي تخبريني إن شاء الله، بس تمسكين البوردة حيل وترسمين الرسمة.
قاعدين شويه شكلنا. اوكي اوكي شعنا سريع. حلو، بس ناخذ الظرف هذا نحطه فيه، اخذ البور من غير ما اشوف. ابيش تلقي نظره عليها اخيره. حلو، حطينا في هذا. هل في اي طريقه اي احد او انا اكون عارف الرسمه هاي؟ ما في. لا ما في. شكرا. تفكر ممكن تقول هي. قولي هي. فكري بالرسمه اللي رسمتيها، فكري وياي. ترسمتي رسمه بديتيها بدائره عوده صح؟ في دا اوكي. رسمتي رسمه هذا يدل على شخصيتك شويه شوي صح؟ اوكي يدل انك شوفي ضحكتك يدل على الشخصيه هاي اللي انت رسمتيها. ابيش تمسكين هاي، تمسكين من غير ما تشوفينها، تمسكينها صوب صدرك من غير ما تشوفينها. على عدد ثلاث بطلع رسمتك ورسمتي ونلفها. ما في اي طريقه انا شفتها. اوكي انت رسمتي رسمه. اوكي واحد اثنين ثلاثة تلفينه. تصفيق لهش. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ابتدي بنكون نهينا حلقتنا لهذا اليوم، وان شاء الله استقبلونا ان شاء الله في حلقات ان شاء الله جديده مع اكيد الساحر، وبنشوف اكيد معروض جدا جديده. خلكم معانا، تصبحوا على الف خير.